عايزين عايزين نطمن بقى. حضرتك اكيد قابلت اللعيبه في المطار وفي الفندق وحضرت التدريب، طمنا بقى على نفسياتهم ومعنوياتهم عامله ازاي؟ يعني احب اطمن حضرتك وجمهور النادي الاهلي وكل جماهير مصر ان يعني الروح المعنويه للعيبه مرتفعه جدا، وطبعا كابتن محمود الخطيب وجوده بيبقى عامل مؤثر بشكل كبير جدا وبيدي دفعه قويه جدا للعيبه. ويعني كنا موجودين بالوقوف الى جانب النادي ومؤازرته، وان شاء الله باذن الله يعني نشاهد مباراه تليق بتاريخ النادي الاهلي ان شاء الله، ويحقق المستهدف ان شاء الله باذن الله. يعني دايما 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 رايح مصر المرفوعه دي. طيب الفندق تقريبا اللي نازلين فيه بيبعد قد ايه عن المكان اللي هيكون فيه الماتش، هيقام فيه الماتش او الملعب؟ حضرتك كل المحاور الرئيسيه يعني سواء المطار، الفندق، ملعب رادس كلها يعني بتبعد بالكثير 10 دقائق ربع ساعه. وطبعا هناك كونفوي او قافله او يعني ركاب امني بيتم في كل التحركات من الوصول للمطار والمغسلات من الفندق لمكان المران. انا كنت موجود في التحرك المران الاول، وبكره ايضا باذن الله هيكون في المران الثاني، وان شاء الله هيكون بنفس الترتيبات الامنيه وهي على اعلى مستوى اهتمام السلطات الفرنسيه. يعني واحب ان انا اوجه من خلال حضرتك الشكر لكل السلطات في حرصها على احتراز هذه المباراه بالشكل الامثل وتوفير كل سبل الراحه للفرقه او بتاعه النادي طبعا، لان دي حاجه الحقيقه مهمه جدا. وعشان كده عايزه، وكل الشكر والتقدير ليهم طبعا، بس عايزه اسال سيادتك اخر سؤال، انه ما مدى امكانيه انه ممكن الجمهور المصري يروح انه يشجع ويروح تونس، بعد ما عرفنا برضو انه في تقريبا 5000 مشجع تونسي هيكون موجود وهيحضر؟ هل في امكانيه؟ لا حضرتك، لا يعني الكثير ودي في الاداره العرف ان لما يكون في يعني طبعا ظروف جائحه كورونا دي ظروف مستجده، واللعب بدون جمهور دي كانت ظروف ايضا مستجده على الجميع. وبالتالي عندما وفقت الحكومه التونسيه ان هو بالاتاحه سمحت بالحد الادنى، وسمحت ايضا انه ما فيش حد هيخش المباراه الا من خلال يعني يتعمل له تحليل بي سي ار ويتاكد. ما هو انا ده اللي كنت عايزه اقوله لحضرتك، انه البي سي ار واللقاح، ما في ناس في مصر كتير خدت اللقاح، فهل ده مش ممكن يخليها جواز عبورها ومرورها لحضور الماتش؟ لا انا بكلم حضرتك الاول بالنسبه للجانب التونسي، لان هو في الاداره العرفي انه اذا تم هذا التعامل بيسمح لعدد من طبعا عدد السفاره والاسر السفاره ان هم يحضروا، لان يعذروا، لان العدد محدود هنا في تونس للمتواجدين. نفس المعامله هيتم المعامله بها اذا ما سمحت، وده قرار يخضع طبعا للسلطات في مصر، اذا ما ارتأت ان الظروف تسمح باقامه المباراه بجمهور، الامر يرجع لتقدير السلطات المعنيه. يعني امر انا لا استطيع مفهوم اعلق عليه. كل الشكر والتحيه لسياده السفير ايهاب فهمي السفير المصري في تونس، وبتقوم الحقيقه سيادتك بدور مهم جدا مع فريقنا المصري، هقول المصري الاول قبل الاهلي، وبشكرك جدا على هذه المداخله.